لبنان يعود للمشهد مجدداً باحتشاد عشرات المواطنين اللبنانيين أمام مصرف لبنان في بيروت ضد ما أطلقوا عليها منظومة النهب والتفقير، وتنديداً بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. وعلى غرار بيروت، قطع عدد من المحتجين الطرقات في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة وأمام مصرف لبنان احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. أما في الحمرة، فقد قام محتجون بإضرام النار في أحد المكاتب التابعة لمصرف لبنان هناك بعد أن تجمعوا أمامه. كان المحتجون قد تجمعوا أمام الفرع مطلقين هتافات ضد الطبقة الحاكمة والسياسات المالية والمصرفية. يأتي هذا بعد أن دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ليوم غضب وقطع للطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة 5 صباحا من الخميس وحتى الساعة 5 بعد الظهر، فيما أعلن تجمع الشركات المستوردة للمحروقات أنه سيتوقف عن تسليم المحروقات من مستودعاته تضامنا مع تحرك الاتحاد، كما ستغلق المصارف والمدارس أبوابها حرصا على سلامة الموظفين والتلاميذ. من جانبه، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أوعز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية لمواكبة التظاهر للاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري. سجلت الليرة اللبنانية يوم الاثنين الماضي تدهورا تاريخيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33,000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه. هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية، لتواجه بذلك بيروت مستقبلا مجهولا بعد ارتفاع نسبة الفقر على نطاق واسع، في وقت فقد فيه مئات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم، وتقلص النشاط الاقتصادي بنسبة زادت عن 20% هذا العام بحسب خبراء الاقتصاد.